FM. الكلمة ليك. بيو بيو يحضر بحضنا أخصائي الأعشاب الطبيعية سامي المناعي. عسلامة سامي. ما عملش شنو حبيبي؟ شنو حبيبي؟ لاباس عليك؟ عايشك لاباس الحمد لله. هيا بيه دونك سامي باش نحكيو على موضوع مهم اليوم. نحن كل جمعة نحكيو على موضوع مهم. اليوم باش نحكيو على الصبارة والمنافع نتاعها بيان سور للصحة والجمال. والجمال. اي. البلانت ألويس. اي. والبلوس يوتيليزي هي الألويفيرا. فوالا داكوغ. موجودة موجودة في تونس هي في برشا. هي في نور افريك وي موجودة برشا وبكثرة. اي. عندنا في الجهات من صفاقس في ليل دو قرقنا عندك تهبط في سوسة مهدية حمامات في كل بلاصة معناتها موجودة موجودة وتحمل لي ريزيستونت معناتها علاش صبار يقول لك صبارة خاطر ما يتلهوش ما يجموش يسحقوش يتلهو بها برشا فوالا حتى والأوروبيين يستعملوها كوم ديكور بلانت هذايا انتيريور مزيانة هي مزيانة برشا وزيد تعطي لير بور بيسكو لابسورب تو سكي بوسيير ولا ريحه نتاع بانتور ولا ريحه نتاع الزرابي تعمل كل شيء هي لابسورب لو تو وتعطيك انير فري فوالا يعني ابار الصحه والجمال تنجم تحطها زاده في الدار وعندها منافع زاده كبلونت كي تحطها في الدار. نحن ننصحوا كل واحد في بيت يحط بلونت فوالا صبر فوالا حتى كليوباتر كانت تستعمل ليجيبشن دوبوي 6000 عام معناتها كليوباتر معروفه بالبوتي نتاعها ديجا تحب كل شيء بيو هي خلت كل شيء بيو لالوي فيغا كانت معناتها يسميوها سي البلانت ايمورتيل ديمورتيل معناتها حاجه اللي تلمون الكور باهيه وكل فيها دي فيتامين برشا وفيها لي سيل مينيرو وفيها لي اسيد اميني لي اسونسييل فيها الفيتامين بي 12 وي اونتر اوتر البي 12 معناتها بي 1 بي 6 حكينا عليهم برشا كل شيء البي 12 هو سي معناتها الي انديسبونسابل للميتابوليزم تاعنا معناتها هو فافوريز ويعطيك دو لينيرجي ابار اللي معناتها يخليك يعملك ليكيليبر فهمت في السيريبرال ليكيليبر دون لو كور اونتيي ومعناتها الفيتامين هذا لو بلوز امبورطون كيما نقولوا في الالوي فيرا فهمت بون بعد تو نقولوا كيفاش باش تاكلوا ولا باش تشربوا فوالا تون نحكيو فيها فيها زاده الحديد الفير الحديد سيل مينيرو بيان اونتر اوتر اوسي خاطر فيها برشا فيها الزنك فيها البوتاسيوم فيها كذا الفير قلنا نحكيو على الفير اونكور بيسكو هو معناتها فيتال زاده للتل بيسكو يجيب الاكسجين بور لي كلوب روج ويزيد اون بلوس يعمل ريزيستونس على الانفكسيون تصير هكا انفكتي ولا حاجه ولا بليسيور ولا حاجه الفير يعاونك عليها برشا فهمت وبعد بيان سور لي اسيد اميني اللي هما يعطيوك برشا حاجات هي انتيبيوتيك زيده انتي انفلاماتوار انتي انفلاماتوار معناتها حاجه خارقه للعاده الالوي فيرا مالوريزمون في تونس نعرفوها صحيح وتوندونس والوي فيرا قول لك الوي فيرا اما برشا ما يعرفوش يستخدموها هاك باه احنا بيان سور اللي باش نعطيهم الطريقه كيفاش يستخدموها للبوتي وللصحه نتاعهم زيده دونك فوالا حكينا على برشا منافع للصحه بالنسبه للصباره لو كنت تعطينا الغسيل توا يقول لك كيفاش نشربها ولا كيفاش ناكلها انا باش نعطيكم غسيل نتاع جو اليوم تنجموا تعملوه وحدكم وتشربوه وي وي الوغ عندنا البلانت تاخذ وحده اون فوي منها هكا تلقاها عريضه من اللوطه وطالعه الفوق هذه الالوي فيغا تجي على لي كوتي لي فوي نتاعها كبار شويه هكايا ويبداو حتى ياخذوا جوال تقصها قصان بسكينه ماضيه خاطر هرشينا شويه تقص بارتي منها وتخلي المحبس نتاعك سواء في جردان ولا في وتخليها راي الغبوس وحدها ما تقلقش روحك مره في جمعتين تسقيها وكا صغير بون الوغ تاخذ هذيك ما عندك شويه كيما نقولوا ابره ولا مش ابره بلوتو شوك يعطيك صحه في لي كوتي نتاعهم الوغ بالسكينه تجي تقص هذوكم هكا على جنب باللونغور نتاعها تنحيهم ومن بعد تاخذ منها تقصها براج براج بون وقت تقص براج براج باش تلقى فما ليكيد اصفر يهبط منها هذاك دو بريفيرونس تنحيوه ما تستعملوش خاطر نستعملوه في حاجه اخرى تو بعد كان فما وقت نقول لك نستعملوهم فهمت مي ليسونسييل سكو بالسكينه الماضيه ديما نقول السكينه ماضيه برشا تجي في من الاكستيريور وتبدا بشويه بشويه حتى لين تنحي قشره
باش يخرج جيل. اما ان جيل في وجهك هذاك الجيل اللي هو 95% اللي ريش اون نو معناتها سي يخش عليه ما متلج تري بيان فهمت هكا شوي. الوغ تاخذ هذيك تاخذ معاها كاس عسل تزيدها شويه جينجومبر فهمت اللي هو سنجبيل تقشره شويه وتاخذ معاها بانسي دو سيل فهمت وتحطهم في الميكسر نتاعك ومن بعد تاخذ ايترا او مينيرال داكور لو مينيرال هذاك و ان فير دو سيترون داكور ما فري اوكي تحطهم الكل ولا لك جو اه تري بيان داكور جو هذاك حطينا نحنا تو هو بواسون نقول لك ديتيتيك خاطر فما لو سيترون ايتترا ما ننساوش parmi les vitamines la vitamine C ou E في برشا alors تشرب كاس وكم نحنا حطينا فيه سيترون ينجم يقعد حتى جمعه في الدار تري بيان عندك ايتر جو كل يوم الصباح تاخذ كاس اي بان vous allez remarquer معناتها l'influence اللي عملها على بدنك الكل فهمت تري بيان هذه بالنسبه للسانتي باش نتعداو نحكيو على البوتي voilà, hydratante, oui, purifiante, anti-ride, anti-âge, ou pour les cheveux, surtout, vous êtes les cheveux. Le cuir chevelu, bien sûr. Pour des cheveux frisés, bouclés, secs, معناتها يعطيك زاد بريونس باهيه وسوبلس برشا. Autant que vous voulez, bien sûr, je vais روسيت نحنا توا اول حاجه باش نبداو بها الغوسيت نتاع الشوفو دونك كيفاش نعملو ماسك في الدار وحدنا بالصبره وباش نرجعو ماسك في الدار وحدنا ما يتكلفناش معناتها حتى شيء الوغ كي العاده نقصوا الفاي من هذيك من الفاز نتاعنا فهمتني والجيل هذاك كي عملناه في الجو مره هذه ما نزيدو عليه حتى شيء اون ريان بوزوان داجوتي في الجيل هذايا نعملو لها ميكساج نتاعها بيان سور ومن بعد نحطوا على شعرنا من الكوير شوفلو حتى للبوانت كل شعرنا الكل نعملوا هكاك ونخليوه 35 مينوت تري بيان 35 اونور ميسيلش ميسيلش ومن بعد اغسل شعرك تري بيان عندك شامبوان نتاعك اللي تحب تغسل بيه وبعد تشوف الريزولتا تشوف الريزولتا بيان سور ابخي 2-3 فوا سي كيما حكينا على دي برودوي قبل لالوي فيرا زاد راهي امهم تنجم تقول في الحكايه تري بيان هذه بالنسبه للشوفو باش نحكيو توا على البو باش نعطيو اول حاجه ماسك هيدراتون للبو ماسك هيدراتون وي اللي هو معناتها ناخذ الجيل هذاك نتاعنا ونزيدو تو سامبلومون واحدة ياغورت ناتشورال ناتشورال داكور نحطو نعملو الماسك نتاعنا شفتو بو ساش تبدا البو هكا ساش وكل شيء يعمل لها خاطر شنو هو الالوي فيغا ال ابسورب ديزون ال بيج الحاجة اللي في البدن وتقعد تغذي فيها غادي تري بيان هذه الفينومين اللي فيها هذيك علاش هي بلوت ميديسينال معناتها الناس الكل تعرف فهمت دونك تزيد معاها دونك تزيد معاها ياغورت ناتشورال يعطيك الصحة 10 مينوت ومن بعد الو فخواد جو دي بيان بالماء بارد تغسل وجهك باه داكور هذايا بالنسبة للبو سيش بو ميكست فوالا بو ميكست غراس باغ اكزومبل تنجم تعمل تاخو جيل هذاك نتاعك وتزيدو شوية عسل تعمل البات نتاعك في وقتها كي العاده في الميكسور نتاعنا وتدهن بها وجهك فهمت سي بيوريفيون سي وخليها 20 مينوت سيت فوسي داكور خليها 20 مينوت تعطيها الوقت خاطر معها العسل باش يتغذى في الكدا الوجه باش تعطيو زيد ماسك اونتي ريد وانتي اج زيد فوالا ماسك اونتي ريد اونتي اج الوغ عندنا الجيل نتاعنا فهمت نزيدوه شويه باردون انا خليت جينوتي فما هكا حاجه فوالا دونك الماسك الانتي ريد والانتي اج اي الماسك انتي ريد هذا نزيدوه دو كونكومبر اللي هو فاقوس انا بدي في هكا في الريشيرش قعدت نشوف خاطر الفاقوس مستنسين نحطوه على الكونتور على الكونتور دي زيو يا اخي هذايا زيدوا الكونكومبر وزيدوا شويه ماء داكور ورحيهم الكل مع بعضهم وتعملهم الفيزاج نتاعك اما هذه يقولوا معناتها لا بلوبار يقول لك دو بريفيرونس خليه نهار كامل ليله كامله معناتها داكور سي توجور اي تبات بي اكليسيسون هو وي خاطر والصباح هكا افيك او تياد المره هذه مش او فخواد او تياد الوغ بون عملنا شفنا هكا بعضنا علاش معناتها يلزم نهار كامل وليله كامله وكل شيء
هو يقول لك شاك ماسك نتاع لو سوار دو بريفيرونس خليه حتى للصباح وي باش فريمون يخدم خدمته كوم الفو و كوم اون بارل دونتي ريد سي كو لي كونتور دي زو بارك معناتها ما تعملش الكل فهمت اه داكور واضح واضح تخيل وبعد عندنا كان مازال عندنا الوقت عندنا بور لو كور اه لو كور الكل علاش على خاطر فما عندنا des insectes il y a des piqûres d'insectes في الصيف النموس وكل ولا لطف علينا وعليكم لي كوت سولاي فهمت يمشي للشط وينسى روحه شويه alors l'aloe vera تاخذها كما هي فهمت وتزيدها une huile اللي هي تبدا غيش en vitamine E كيما كيما par exemple tournesol زيت زيتونة بون زيت زيتونة هو الميور الحق اي فوالا فهمت الوغ سيت فوا سي زيت زيتونة وكان مسالش الاكسترا فيرج ولا حاجة مسالش زيت زيتونة وتدهن بها بدنك الكل الوغ سا سولاج انورمومون الكود سولاي تخي بيان يعطيك الصحة سي سامي يعيشكم انتم ميرسي بوكو اللي كنت معنا اليوم يعيشك ان شاء الله نحكيو كالعادة في موضوع ان شاء الله فوالا كانت هذه بيو 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 كاب اف ام الكلمه ليك